غاتني شويه لما تكون عندك مجموعه قريب من المتوسط لازم نقولها بكل صراحه اتحاد العاصمه الموسم مجموعه قريب من المتوسط مم. تفوز كيفاش تشوف المدرب عرف بهذيك المجموعه لي تو جيست موين. موين فاز بلقبين الناس ما تشوفش هذا الشيء هذا انت ما عندكش عندك, عندك منظومه كبيره ولا فريق كبير لا كانوا لاعبين تقريبا قريب من المتوسط صحيح. ولو انه